هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. فريق الوداد الرياضي بالتجربة ديال اللاعبين ديالو بهاد يعني الإمكانيات اللي عنده فهو قادر باش يرجع بالتأهل من جنوب أفريقيا. حتى شي حاجة ما صعيبة على اللاعبين ولا مكونات نادي الوداد الرياضي. كما قلت لك الوداد اكتسبوا واحد المناعة على المستوى الأفريقي كنشوفوا 8 سنوات الأخيرة، فديما تنشوفوا الوداد مربع الذهبي على الأقل توجج خطرات بالنسخة. يعني كاينة التجربة، كاين بزاف د الحوايج اللي غتخلي فريق الوداد البيضاوي الوداد الرياضي قادر باش يرجع بنتيجة التأهل إن شاء الله، ويفرح حتى هو المغاربة لأن الوداد اليوم تيمثل كرة القدم الوطنية في المنافسة الأفريقية. عندي تفاؤل شخصيا بتأهل نادي الوداد الرياضي. كنتمنى غير من واحد الفئة من الجمهور الوداد ولا واحد الفئة من المغاربة ما تكونش متشائمة في مواقع التواصل الاجتماعي قبل هذه المقابلة. نتوسموا خير، نديروا الثقة في الجمهور وفي المكونات ديال النادي في البعثة اللي غتكون تما ان شاء الله، ونتمنوا لهم. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.